الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد يهاجم حكم الفار وحكم مباراة سيراميكا كليوباترا محمد الحنفي بعد احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة تهدي الزمالك الفوز في المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. انتهت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بفوز الزمالك على سيراميكا 2-1، وكان هناك ضربة جزاء مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي علق عليها الإعلامي أحمد موسى منذ قليل، قال: عليك أن تلقي نفسك في منطقة الجزاء وتحصل على هدية فورا، الفار الفار شيء خارج المنطق، للأسف منظومة كرة القدم تحتاج للإصلاح. بصراحة كرة كان عليها لغط كبير جدا، ضربة جزاء من وحي الخيال احتسبها محمد الحنفي بعد الرجوع لتقنية الفار بقيادة طارق مجدي، ووصفها النادي جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا أنها مشابهة لكرة جونيور أجاي في مباراة الإسماعيلي، واتهمه الجماهير على السوشيال ميديا بالانحياز الواضح وأنه كان يقصد أن يحتسب ضرب الجزاء لصالح الزمالك وأنها غير صحيحة. عايز رأيكم في التعليقات، بكل احترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.